احلى عقد عمل وصلني في حياتي. اذا اردت ان يصلك هذا العقد فتابع معي هذا الفيديو، نناقش فيه جميع الطرق السهله والبسيطه لدخول كندا او اي دوله تحلم بها. اخواني اخواتي، بالنسبه لمن اراد ان نسجل له ونقوم بكتابه له سيره ذاتيه، هنالك عزوف عن هذه المساعده. اخواني، من اراد الهجره والسفر وكتابه السيره الذاتيه فهنالك ميرسي كوم ميرسي. اول نصيحه من عند اخوك، اعتبرني اخوك، هي ان تصلي صلاه الفجر، وان اذا عندك سطوح في البيت في المنزل فاطلع فوق وارفع يديك للسماء وادعو وسوف تحصل على ما تريد. هذه اول شيء. بالنسبه للمساعده للحصول على هذا العقد فاتبع خطوات ارجوك. سي في كنديان هذا رقم واحد، ضروري ان يكون عندك بالنورم كنديان. اتبع اجراءات هذا السي في. اردت ان نكتب لك فلديك الحريه. بالنسبه لمن يسال اين توجد هذه ميزه شكرا، اكتب في اليوتيوب كيفيه تفعيل ميزه شكرا فسوف تغير اعداداتك ثم تعطيك دوله اوروبيه او امريكيه. ضع موقعك على احدى الدول الاوروبيه وامريكا ثم تظهر لديك هذه الميزه. توجد لايك ديسلايك لايف تعليق، تجدها في تسحب الشاشه قليلا ثم تجدها في الاسفل. يمكننا أن نكتب لك السيرة الذاتية الكندية بكل بساطة ونرسلها عبر بريدك الإلكتروني. واجهت الكثير من الأسئلة في هذا في التعليقات في هذا المجال، لكي نشرح بين قوسين طريقة أن نكتب لك. يجب أن ترسل هذه الميزة للفريق لكي يبدأ في الكتابة ثم يحولها إلى بريدك الإلكتروني. هذه هي أول بعد الدعاء، فما عليك سوى أن تجهز هذه السيرة. ثم يكون هنالك موقع نشرحه في القناة. هذه المواقع نشرحها لطريقة التقديم، إما عبر استمارة أو عبر بريد الإلكتروني. أنت تقوم بإرسال السيرة الذاتية، تحصل على انترفيو مقابلة، لا يكون هناك جواب. هنالك مواقع التي تتأخر في الجواب لأن يكون هناك الكثير من الطلبات، الطلبات الكثيرة على هذه المواقع كثيرة. السن غير محدد بالنسبة للبرامج الهجرة الكندية، السن محدد ما بين 57 و 58 سنة. هنالك تعليقات لديها 60 سنة مثلا، فما عليك سوى فيزا السياحة ثم بعد ذلك تحولها إلى إقامة دائمة في سنة 2023. يتم إلغاء هذا البرنامج ونتمنى أن يتم تمديده كبرنامج الأطلسي. فقد تم تمديد هذا البرنامج بصفة دائمة. فكانت هذه بعض التوضيحات المهمة في التعليقات التي نتحصل عليها. سوف نقوم ببداية شروحات لبرامج الهجرة من الموقع الرسمي canada.ca. من يسأل عن الرابط في الفيديو السابق فالرابط موجود في أول تعليق أو في صندوق الوصف. فأحيانا لا يتم قبول الرابط في صندوق الوصف، نقوم بوضعه في التعليقات. انتبه جيدا، تعليق مثبت تجدوه. أتمنى لكم حظا موفقا في مسيرة الهجرة إلى كندا، وأي جديد سيتم نشره مباشرة في القناة.